امس قام بعض المواطنين بالاعتداء على مستشفى الرمادي التعليمي شعبة الطوارئ، وقاموا بالضرب على الاطباء وضرب المنتسبين والمعاون الطبي، وحتى قاموا بضرب مسؤول حمايه المستشفى، وخرجوا بدون اي اراده او اي محاسبه. هذا الحاله تكررت لاكثر من مره. الساعه بالليل البارحه قام احد المرافقين للمرضى بالاعتداء على الطبيب الدكتور احمد محمود والممرض الطوارئ والامن الصحي وامام مراه من المرضى وبدون اي اسباب، وغادر المستشفى بدون اي مانع او رادع. نطالب بتوفير حمايه للمستشفى قادره ان تحميها بصوره حقيقيه. بالنسبه لحادثه البارحه، يعني البارحه جاي حادث، والحادث هو طفل اللي داعمه انه حسب ما يقال ادعاه انه عمه واحد اقرباءه غير معلوم عندنا، احنا مثل ما تقول استقبلوا الطفل. قاموا بالاجراءات اللي تتخذ الاطباء والكادر الطبي باستقبال الطفل المصاب. الطفل المصاب حين وصوله للطوارئ توفي. قام الطبيب بالاجراءات الخاصه، يعني مجرد قال لابو الطفل او لا للطفل انه الطفل متوفي. قاموا بضرب الطبيب ثم الاتجاه الى الكادر وضرب الكادر وضرب الامن الصحي، وقام بتكسير الجام. الاعتداءات مستمره علينا، ماكو نطالب باي حمايه، ماكو اي حمايه لنا. يعني اي اجراء نتخذه وياهم نسوي الشيء اللي صالح العام وصالح المجتمع، يعني جازونا بالاهانه وبال يعني مده اليد اكثر من مره.